إلى العراق، حيث أطلقت خلية الإعلام الأمن العراقية عملية تفتيش واسعة للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات أمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. قال بيان للخلية إن عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات شملت غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة. وفق البيان، طهر الأمن العراقي جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة مع تفتيش وادي الثرثار والقرى الواقعة شرقه. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد حول هذه التفاصيل. أحييك هبة أيضا، والعمليات أمنية طبعا مستمرة في أكثر من مكان وأكثر من محافظة، فكيف تبدو تفاصيل هذه العمليات الأمنية هبة لديك؟ نعم، تحية طيبة يا حسن. مثل ما أشرت أن هناك تفتيش واسع على العمليات الثلاثة وقيادة العمليات الثلاثة هي قلب الأنهار، عفوا قلب نينوى، وكذلك أيضا يعني الجزيرة وشرق أيضا بغداد. وهذه الإجراءات الأمنية، القوات الأمنية إلى خيوط مهمة، يعني هذه الخيوط تقف وراءها هذه العناصر والجهات التي تقف إلى استهداف الأبراج الطاقة. يعني كان هناك استهداف كثير وكبير في الأبراج الطاقة في أغلب المحافظات العراقية، وكان آخرها الاستهداف الأخير الذي يعني تم في خط الناقل شرق بغداد أديالة 400 كيلوية. هذا الخط أيضا الذي قام باستهدافات كبيرة من قبل عناصر يعني إرهابية مثل ما أشار فيه، والذي وجه فيه أيضا رئيس الوزراء محمد الشيوعي السوداني بأن يقوم بمحاسبة أمر القاطع وكذلك ضباط الاستخبارات وأيضا القائد الذي يعني يضم هذه المسؤولية في أي عمل تخريبي يحصل في هذه المناطق، وأن أيضا كان للتوجيهات يعني كبيرة وكثيرة من قبل الحكومة محمد الشيوعي السوداني، وكذلك حتى أن تفاصيل الإجراءات الحكومية التي قامت فيها والتي كشفها الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن هناك أيضا استهدافات لهذه الأبراج، وأن هناك يعني أمور كثيرة تحصل في هذه المناطق، ووجهوا بتفتيش يعني جميع المناطق في قرب نينوى والجزيرة وكذلك أيضا في صلاح الدين. هذه هناك تفتيشات كثيرة ومكثفة من القوات الأمنية، وتمت أيضا يعني خطة أمنية مكثفة بهذه الأبراج وحماية هذه الأبراج من أي استهداف قد يحصل من العبوات الناسفة الأخيرة التي استهدفت شرق بغداد في أديالة، وكذلك أيضا في بيجي كانت هناك تفتيش من قبل القوات الامنيه تفيقهم 15 عبوه ناسفه يعني تقوم باستهداف الابراج الطاقه التي يعني تزعزع يعني راحه المواطنين العراقي. واضح ما تقولينه اذا من بغداد بالعراق هبه التميمي مراسله القاهره الاخباريه، اشكرك شكرا جزيلا.